مدينة منبج بجميع مكوناتها، بجميع ألوانها، بجميع أزهارها، تحتفل اليوم باليوم المميز، يوم المرأة العالمي، الذي من خلال هذا اليوم استطاعت المرأة أن تتحدى جميع القوانين المجحفة بحقها. الاستبداد مستمر، حتى وإن كان مستمراً لازالت أيضاً المقاومة مستمراً ضد هذه الاستبدادات. نحن مستمرون بمقاومتنا، نوجه رسالة لجميع العالم، سنبقى يداً واحدة بجميع مكوناتنا على فكر واحد وهو الحرية. قبل 100 سنة تم حرق نساء المعامل، نحن من وقتها صار 8 آذار كعيد عالمي للمرأة، ونحن بمناسبة هذا اليوم نحن طلعنا مسيرة جماهيرية من نساء ومن رجال، نثبت أنه المرأة قادرة على كل شيء. المرأة مو بس هي ضلع قاصر، بالعكس هي قادرة على كل شيء، من كان من ناحية إدارية، ولا من كان ناحية سياسية، ولا من كان ناحية عسكرية. فنحن بهذا اليوم نهنئ جميع نساء العالم ونقول لهم كل عام وانتم بخير، وبالاخص بنهنئ قائدنا قائد المرأة. ثورة روجافا هي اللي بفكر القائد استمرت المرأة وناضلت، بكل هي هلا هي بخط الجبهات، هي بالصفوف الاولى بخط الجبهات، هي بالاداريه، هي كل شيء. صارت ثوره روجافا هي استكمال ثوره النساء والانتفاضات اللي صارت في التاريخ. ثمرة لانتفاضة المرأة في نيويورك، حيث تم تنظيم النساء لمظاهرة احتجاجية للمطالبة بحقوقهن المسلوبة منهن من قبل الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية. طبعا هذه المسيرة وهذا النضال استمر عبر التاريخ ليصل إلى شمال وشرق سوريا، فثورة 19 من تموز كانت ثورة المرأة، كانت بقيادة وريادة المرأة الطليعية لتثبت للعالم أجمع أن عزيمتها وإصرارها قوية. بما أن المرأة وصلت إلى هذا المستوى وأثبتت جدارتها بكافة الميادين، فهي مستهدفة بشكل مباشر من قبل الجهات المعادية وعلى رأسها دولة الاحتلال التركي، التي تستهدف الطليعيات والشخصيات القيادية. ولكن عزيمة المرأة لن تنكسر، إرادة المرأة لن تنكسر، فبالمرأة الثورية، المرأة الحرة، ستكمل مسيرتها، ولن أحد يستطيع من كسر إرادتها القوية الحرة. بروح المرأة التي بدأت من شمال وشرق سوريا، بروح المرأة التي بدأت من نيويورك، وبروح جميع النساء اللواتي ناضلن وقاومنا، بروح شهيداتنا اللواتي كنا الطليعيات والرائدات لنساء جميع العالم، سنكمل هذه المسيرة النضالية التي قمنا به لنحافظ على المكتسبات التي حققناها كنساء شمال وشرق سوريا، ولنكون مثالا يحتذى بها العالم أجمع. فبروح ثورة 8 آذار سنكمل مسيرتنا النضالية لحتى نكسر جميع قيود العبودية والأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية. أداكم بالعودة في قلب عاشت مقاومة المرأة الحرة.